يقول لك مرة واحد تتاري حب يعمل لسه يا جماعة لسه حب يعمل مفتح، تفتكروا يعمل ايه؟ ايه فضل صاحي طول الليل. ابوكوا لطيف قوي يا اولاد. احنا عارفين ده انتوا رخمين. بقول لك ايه مولاي، كلمنا عن صولاتك وجولاتك مع التتار. فكرتوني بايام، بس انا صولاتي وجولاتي دي ما كنتش فيها لوحدي، كان معايا سلامه. فاكر يا سلامه؟ ودي حاجه تتنسي يا مولاي؟ عنك انت انا هقوم بالطلعه دي. كان مولايا بيحب الصيد وغاوي صيد، ومره انا ومولايا كنا ماشيين في الصحراء في وسط الغابات كده هون، وبعدين فجاه لقينا 10 من التتار على يمنا و10 من التتار على شمالنا، او 12 تقريبا على شمالنا، ودول على يمنا ودول على شمالنا، نعمل ايه؟ يا سلام، وعملت ايه يا سلامه؟ ما قدامنا فاضي وورانا فاضي. فمولايا بذكاء وبفطنته قال لي اجري يا سلامه. قعدنا نجري انا ومولاي، لغايه ما لقينا صخره ضخمه، استخبينا ورا الصخره. لكن التتار بالاجهزه الحديثه اللي معاهم كشفونا من ورا الصخره. مولاي قال لي اجري يا سلامه، جرينا لغايه ما لقينا مغاره. دخلنا جوه المغاره، المغاره كانت ضلمه كحل، بحيث ما تقدرش تشوف ايديك من يعني عارف، ضلمه. وفجاه لقينا اسد. يا سلام، وعرفت منين ان هو اسد والدنيا كانت ضلمه؟ اسد يعني هيقول لنا مساء الخير، مش محتاجين نشوفه يعني. لقينا الاسد ده راح مولاي. فاكر يا مولاي؟ فاكر؟ ايوه. خليك يا مولاي، خليك. وبعدين ايه اللي حصل؟ انا مش فاهم. وبعدين ايه؟ فكرني. تعال. وبعدين اما لقينا الاسد راح ايه؟ مولاي طلع السكينه بتاعته وراح دابح الاسد. يا وعلى ريحه الدم شويه لقينا ديب، جالنا الديب. وعرفت منين؟ وعرفت منين بقى يا سلامه انه ديب والدنيا ضلمه؟ اوه، معروف يعني ديب يعني. المهم راح مولاي مسك الديب وقطم رقبته ونزل بيه على الارض. شويه لقينا تعبان لونه اصفر. يا سلام، وعرفت منين ان هو تعبان والدنيا كانت ضلمه؟ الضيوف الرخمين بتوعك دول يا تعبان بيعمل كده يعني، تعبان. وعرفت منين بقى انه اصفر؟ بس فراح ايه مولاي؟ لا بقى الحكايه كده، قال لي لا يا سلام، احنا هنفضل في وسط الحيوانات اللي هتضايقنا دي، تعالى نطلع بره المغاره. خرجنا بره المغاره، بقوا التتار قدامنا والحيوانات من ورايا، التتار قدامنا والحيوانات من ورانا. بس ازاي يا سلامه؟ بس عملت ايه يا سلامه؟ مقفوقين فاضي. فجاه لقينا طياره دي يا حبيبي، طياره دي يا اخويا، طائرة اللي هي أنثى الطائر، اللي هو طائر الرخ. يا سلام، وعرفت منين إن هو طائر الرخ؟ من جوجل. المهم راح مولاي مسك في رجل الطائرة وأنا مسكت في رجل مولاي، بس كان لسه قلع الجزمة. فاكر يا مولاي؟ إلا فاكر، دي كانت أيام. الله يسلمك. سلامة يا سلامة، الحق يا سلامة. يا مرعوب في ايه؟ الحق يا سلامه، في ايه؟ خصم وراك، ابعد انت وراك. مرعوب. ها ست نو تعال هنا نو في ايه؟ بيقولوا لي التتار كلهم جايين. مين اللي بيقولوا لك؟ ناس كتير قوي، خصمهم وراك. ولا اي حد يقول لك اي حاجه تصدقه؟ التتار عمرهم ما هيجوا مصر، خلاص؟ حاضر. اهدى. حاضر. يلا. مرعوب ده على طول رعبنا كده يا مولاي. انا عارف والله. اللي قولي يا سلام. أيوة. احنا بقى مش هنقدم حاجه للضيوف ولا ايه؟ لا قوي تحب اجيب الراقصات يرفهوا عن الضيوف؟ راقصات برضو والاولاد موجودين. يا سلامه. ايوه انا عايز اتفرج على الرقصات، انا كبرت بقى. انت عايز تتفرج على الرقصات ليه ان شاء الله؟ انا مش ماليه عينك. انت بتجري ولا ايه؟ طبعا، مش ابن عمي، اتفضل قدام. ايه البلطجه دي؟ جهاد بتغير على محمود يا مولاي. ايوه، وهو جهاد لمحمود ومحمود لجهاد. حاضر، يعني انت بتوثق الاحداث عشان لو اي حاجه حصلت. أيوة. حاضر يا مولاي. أيوة. حاضر. تسمح لي بقى ادخل الرقصات؟
تدخل الراقصات. حاضر. وكان مولاي شديد العناية في بيت السلطان؟ لا لا لا، أنا ما اسمحش بده أبدا، حتى ولو على سبيل اللي فيه. سلامة، بتستهبل يا سلامة، بتستهبل. أنا آسف جدا يا مولاي، سموك ارتاح أنت وأنا هتصرف. طيب ماشي ارتاح. اتفضل سموك، اتفضل. يا أنجل، يا أنجل. يا سلامة، في يا سلامة؟ مزيكا تتاري في بيت السلطان تستهبلي؟ يا سلامة، النهج اللي أنا فيه ده مش على الفاضي يا سلامة. فين الغدا؟ جايب لي علبة كشري بتلاتة؟ إيه ده؟ كنت عايز علبة كشري بكام؟ علبة كشري بخمسة، ده ليه زيادة؟ لا أنا أجيب لك الحلة أضربي منها على طول بقى. ماشي. أنا مش فاهم سر تمسك مولايا بيك أنت دونا عن بقية الراقصات، يقول لي هات لي الراقصات دي، هات لي الراقصات دي. سحراله ومالي يعني؟ أنت مالية المسرح كله يا ماما. أنا مش فاهم يا أنجا، والله أنت كان ممكن يبقى لك مستقبل كويس، أنا معرفش. إيه اللي ممشيكي في الطريق ده يا أنجا؟ أنا ماشية في الطريق ده عشان الطريق التاني. أنا غلطان، أنا غلطان، امشي اتكل على الله فلتنصرف الراقصات. اوعى الديكور. يا مولاي، يعني صراحة اختيار حضرتك هايل من الراقصات. ايه رأيك يا مولاي؟ لا انت اللي، انت اللي مولاي. انا سلامة، انت مولاي. انت متعود على ادوار البوابين يا زلمة. هل يا مولاي، هل يا مولاي التتار بيفكروا يخشوا مصر؟ اللي يفكروا يخشوا مصر يا ابني؟ مصر بلد الامن والامان، مصر متأمنة من كل حتة. يا سلامة. انا هشرح لهم، اتفضل انت يا مولاي. حدود مصر متأمنة من كل مكان، الحدود الخارجية لمصر في 5000 جندي شجاع، لو التتار فكروا ان هم يخشوا مصر هيتقطعوا. يا سلام، طب ولو التتار عدوا الحدود الخارجية دي هيبقى الوضع ايه؟ لو عدوا الحدود الخارجية في حدود المدينة نفسها فيها 8000 جندي شجاع، هيقطعوهم هيقطعوهم. طب لو عدوا ال 8000 دول؟ لو عدوا ال 8000 حوالين القصر في 10000 جندي من فرقة 5 5000. دي لو نملة فكرت بس تخش القصر هتتقطع. يا سلام، طب ولو التتار عدوا فرقة الخمس خمسات دي هيبقى الوضع ايه؟ الوضع زبالة طبعا. لا بس موجود مولاي، مولاي طبعا هيوقف لهم بسيفه البطار، يبقى حظهم اسود. ايوه طبعا انا هطلع لهم. وعلى، انا عايز اقول لكم يا جماعة، مصر متأمنة من كل حتة، وعلى رأس البلاد سلطان دائر. مولاي الحق، مولاي ابعدوا، محدش هيخش ولا 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 مرعوب ولا مرعوب. بقول لك ايه، ما استهبلش، في ايه؟ التتار دخلوا يا جدعان. التتار دخلوا؟ ايوه دخلوا مصر. ايوه دخلوا خلاص. طب ال 5000 جندي اللي على حدود مصر كلها عملوا ايه؟ قتلوهم كلهم. يا نهار يا. طب ال 8000 جندي اللي على حدود المدينه عملوا معاهم ايه؟ دول بقى قتلوهم وعلقوهم كلهم على المشانق. مشانق؟ ايوه. جابوا لهم 8000 مشنقه منين دول؟ معرفش. طب ال 10000 جندي اللي على حدود القصر نفسه، دول بقى ذبحوهم وقاعدين بياكلوا الجنود جوه في المطبخ. يا سلامة، يا سلامة، عمك تقول لي يعني انت رئيس اركان حرب وبتاع و5000 و8000؟ ما تقلقش يا مولاي، انت عارف مين اللي مستني التتار لما يدخلوا هنا في القصر؟ سموك يا مولاي. انا؟ بقول لك يا مرعوب. إيه؟ انت متأكد ان هم جايين على هنا فعلا فعلا فعلا؟ بقول لك قاعدين بياكلوا الجنود جوه. بياكلوا الجنود جوه. اذا ايوه مفيش مفر غير اننا. ايوه اجري يلا. اجري من هنا، اجري من هنا يا مولاي، يا مولاي. ايه هتسيب الاولاد وهتجري يا مولاي؟ معقوله؟ ما انا هقول لك يا سلامه، انت بقى حضرتك يعني خلي بالك من العيال. انا خلي بالي من العيال. حضرتك خلي بالك من العيال. أيوة. وانا كده كده هموت، بس اهم حاجه الختم ده بيثبت ان هم الورثه الشرعيين جهاد ومحمود. حاضر حاضر يا مولاي. تمام، اتكل انت. ماشي. ماشي، مع السلامه. مع السلامه. ماما انت رايح فين؟ رايح فين؟ انا هقول لكم يا اولاد، انا رايح اجيب الدب من ديله، بس على ما الاقي له ديل
وما عرفتش اجيبه واسيبه وارجع اقول ما لقيتلوش ديل، رايح اجيب الديب من ديله بس على الله لاقيله. مع السلامة عم فؤاد، مع السلامة. تعالوا يا اولاد تعالوا ما تخافوش، انا معاكم انا معاكم، مش هسيبكم ابدا لغايه اما التتار يجوا ويمشوا من هنا، ما تقلقوش يا اولاد تعالوا معاكم. ها احنا التتار احنا الاشرار، بس في كله مختلفين. في تتاري صغير وتتاري كبير، وانا تتاري ما بين الاتنين. ربع ها نص ها كيلو عبيله واديله. فين الملك؟ الملك فين؟ انا هقول لك الملك فين. هو الملك هرب، بس من هنا مشي، من هنا كده في كوريدور كده هو بعديه زي امريكان كيتشن، واخد بالك؟ بعد ما بتعديه في حته معموله زي لاندسكيب كده هو، بتخش من عندها في سرداب سري مكتوب عليه السرداب السري. ها خش هتلاقي الملك مستخبي جوه، خلص عليه بالبتاع الخشب. الف شكر يا عم سلامه. لا ده احنا عنينا للتتار، ده احنا الواحد بيقف على السفاره التتاري بالاربع ايام عشان ياخد الفيزا يعني. لا على كده اجيب لك فيزا سياحي بقى. طيب ماشي ألف شكر. أستأذنك بس في كرسي العرش. طبعاً ما دام احتلت مصر جت على الكرسي، خد الكرسي. ألف شكر. مع السلامة. ربع ها نص ها كيلو. هاتوا الكرسي وشيلوا. وهنحكم 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 وهنحكم. كده يا سلامة سلمت يا بابا؟ سلامة خاين، سلامة قاتل. روح اكتب على الحيطان، اجري اجري. سلامة خاين، سلامة قاتل. يا دغور ياض، يا دغور ياض، اتكل على الله. سلامة خاين، سلامة. أنا بعمل كده يا أولاد عشان مصلحتكم، عشان محدش يعمل فيكم حاجة. معلش أنا معايا الختم بتاع أبوكم، أنا مضطر أعلمكم بيه عشان ما تتوهوش يا أولاد. ما تخافوش ما تخافوش، أنا معاكم. هاتي إيدك يا جهاد. أوعى تقرب لها، أوعى تقرب لها، سلامة سفاح. اكتبها برضو على الحيطة، اكتبها. آه يا سلامة إيدي. ولا لو جبت حبر احمر كنت عملت ايه؟ انت ما عندكش